حكام وملوك العالم الحر، إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، إلى الضمير العالمي. نحن أطفال وأهالي مخيم الرقبان، مخيم القهر، مخيم الإذلال، مخيم الجوع، مخيم الظلام، السجن الكبير. إننا نناشدكم ونطالبكم بفتح طريق آمن إلى الشمال السوري. إنكم تستطيعون ذلك، أنتم المسؤولون عن معاناتنا. يا من تدعون بالحرية وحق الشعوب بالعيش الكريم، لا نسألكم غير ذلك. ساعدونا، أنقذونا، نحن أمانة في أعناقكم.